هل أحتاج إلى مستوى معين من اللغة الإنجليزية لأفضل الوظائف الممكنة؟ من المهم أن تكون لك لغتك، ولكن معظم أصحاب الأعمال يتوقعون مستوى جيد من اللغة الإنجليزية المكتوبة والمنطوقة في عملك اليوم. هذا لكي يحميك ويحمي الآخرين في مكان العمل. كلما طالت فترة الدراسة، كلما كانت لغتك الإنجليزية أفضل. تتم إجراء معظم المقابلات الوظيفية باللغة الإنجليزية، لذلك من المهم جدا أن تكون قادرا على التحدث عن مهاراتك، ومدى اعتقادك أنك ستتمكن من القيام بالعمل. في جميع الصناعات تعمل الصحة والسلام، وهي مهمة جدا، لذلك سترى أن معظم الإشعارات واللافتات ستكون باللغة الإنجليزية فقط. قد يتوقع منك أيضا أن تكون قادرا على قراءة القوائم والتعليمات وملء الاستمارات الخاصة بالعمل. يتوقع منك أيضا أن تتواصل مع العملاء وزملاء العمل باللغة الإنجليزية، لأنهم قد لا يعرفون لغتك الأم.